الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، الأهل والأحباب والإخوة في هذه القرية الطيبة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى صفاته العلى كما جمعنا في هذا المجلس على ذكره أن يجمعنا غدا في الفردوس الأعلى إلى جوار نبينا عليه الصلاة والسلام مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جزى الله خيرا أهل هذه الدار لاستضافتهم لهذه المحاضرة وهذه الكلمة التي هي بعنوان وصايا لقمان الحكيم. هذه الوصايا العظيمة وصايا ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه على لسان هذا الرجل الحكيم وهو لقمان، وقيل هو لقمان ابن عنقاء وابنه اسمه ثاران. فلقمان الحكيم آتاه الله الحكمة، وقد قال رب العزة والجلال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الإنسان لما يكون حكيم في أقواله وحكيم في أفعاله وتصرفاته دائما الناس بتذكر المواقف بتاعته، وده موجود دائما في القرى، يقول لك جدنا فلان ده كان حكيم وحل المشاكل ويسعى بالصلح بين الناس وهكذا. ولقمان رجل حكيم، قال الله عز وجل في شأنه: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، ودائما الموعظة بتكون بالحاجة الغالية، ماذا يا جماعة الزمان اللي بيغنوا جدودنا زمان وصونا على الوطن، هاي الوطن أبقى عليه عشرة، لكن قبل الوطن العقيدة، العقيدة والتوحيد والدين. قال الله تبارك وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقبلها ربنا قال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دي الوصية البجد، والموعظة هي الترغيب والترهيب. يعني الموعظة يكون فيها ترغيب وترهيب، عشان كده كلكم يحفظ حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هذه الموعظة من بلاغتها أنها أثرت في القلوب، وإذا تأثر القلب جادت العين بالدمع. عشان كده ابن القيم عليه رحمة الله قال إذا قسى القلب قحطت العين. القلب ده إذا بقى ناشف وبقى قاسي العين ما بتدمع، أما إذا تأثر القلب
فإنه تدمع العين بتأثر القلب، لأن القلب إذا صلح صلحت الجوارح كلها، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح كلها. فلقمان ربنا ذكر عنه قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، لأنه الابن والولد انت حريص على ولدك انه تديه اغلى وصيه وتوصيه باغلى وصيه. الان لو واحد عنده تجارات وعنده عقارات واراضي زراعيه ومزارع وابقار وحيوانات، اذا جاء عند الموت يوصي اولاده طوالي: تعال ولدي فلان انت الكبير وبتسمع كلامي وانا راضي منك، لكن ولدي ابقى 10 على الاراضي، وابقى 10 على المزارع، وابقى 10 على اخواتك. بيوصيه بالحاجات الغاليه في نظره والعنده، لكن الحكماء وصاياهم غير، يوصون باعظم شيء. قال: واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. عظيم من ناحية أنه أبشع ذنب وأكبر ذنب ولا يغفره الله، وصاحبه إن مات عليه كان من أهل النار خالدا مخلدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه وين؟ النار. عشان كده ربنا هناك قال في القارعة: وأما من خفت موازينه فأمه، زي أمه. شفت نار جهنم للمشرك زي أمه، الأمتين تنتظر ولدها جاي من الغربة، تستناه بلهفة وبأشوق وتلم وتحضن عليها. كذلك نار جهنم تنتظر أهل الشرك. عشان كده ربنا قال: إذا ألقوا فيها في الملك، ربنا قال: سمعوا لها شهيقا وهي تفور. فهنا ربنا قال: فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فقال له: ما تشرك بالله، والشرك الذي في بلدنا راقد، الشرك في بلدنا من شروط الصوفية، عباد القبب، عباد البشر، عباد الشيوخ الذين أفسدوا البلاد والعباد. والله الذي لا إله غيره، ما في زول ضيع العقيدة في البلد دي زي الصوفية والأخوان المجرمين، ما في. السودان ده بلد طيب وأهله طيبين وفيهم شهامة وكرم ورجولة ومروة، لكن ديل استعبدوهم، ديل خربوا العقائد. إن كنت في هم وغم فقم وانده ونادني بيامر غني آتيك بسرعة. ده ما الشرك ذاته. اللقمان قال لي ولده، قال له: يا ولدي ما تقع فيه، من وين جبنا إنه كلام ده شرك؟ قال: رب العزة والجلال، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. عشان كده أي زول ناصح وأي زول مشفق على أهله ومشفق على عشيرته وعلى أمه وأبوه ما بيخليهم في أحضان الصوفية، ينادوا الفقراء من دون الله، يشيلوا البهائم، يودوا للشيوخ من دون الله، إن جاتهم مصيبة ما بيلجوا لي الله، ينادوا الفقراء ما بخليهم. الواد إذا نجيض ودائر لأمه الخير ودائر لأبوه الخير، طوالي بيقول لأبوه: يا أبوي ما تنادي غير الله، لأنه ربنا قال:
وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. بيقول له يا أبوي ربنا قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين. بيقول له يا أبوي ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، ضيقوا على الناس عيشتهم، والله ضيقوا على الناس عيشتهم ونكدوا عليهم حياتهم، قالوا شيوخنا ماسكين الكون، وشايف الوضع بعينك، وضع دارح يقول يا زول من الليل الماء متألم، ومن فينا الماء أصابوا شيء من الضيق والحرج والشدة من الوضع. ديل قالوا شيوخنا ماسكين الكون تحت فوق، الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا، نحن المراقنا الأخيار من قدم، نار الخليل قال خبت من سر تفلة. شوف الإجرام، والخنجر طلع فيديو جديد، قال الفيديو الزمان الناس انكروا عليه، قال الشيوخ بينزلوا المطر بالقروش، قال لا ده حاجة عادية، قال أنا ما عندي مشكلة إنه الشيوخ هم اللي بيحيوا ويميتوا، المشكلة في دلاليك تحت قاعدين، والله في تحت جماعة دراويش قاعدين، الناس دي ما عندها عقول. زول بيقول لهم الشيوخ هم اللي بيحيوا ويميتوا، ربنا قال أم كنتم شهداء، قال الله تبارك وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يا إما تصدق القرآن، شفت أنت بخيارين، أي زول مؤمن بخيارين، يا إما يصدق القرآن كلام الله، ما في أحد يحيي مع الله كائنا من كان، ولا تبقى مع الخنجر وتكون مشرك راسك عديل، تحي وتميت هم ينوم ذاتهم، هم ينوم كلهم ميتين. البرعي مات بحصوة، الله ما قادر نجمه بحصوة. المكاشفي أبطاقية خاتيها بالجنبة وعراقي ولين صدره وين؟ تحت التراب. داك الكباشي وين؟ ميت. الصابونابي وين؟ ميت. الصيم ديما مات، والشغل والصادق المهدي ذاته مات. في ناس عنده أتباع، عنده أتباع، وفي واحد درويش كان لابس يوم جلابية خضراء، عملوا بدع ما أنزل الله بها من سلطان، حسب الكلام اللي قالوه قالوا الزوج ده ميت بالكورونا، نحن ما بنشمت في الموت، موت ده سنة الله عز وجل. ربنا قال كل من عليها فان، واحد ماسك المسدس بحق في الجماعة، واحد اسمه درمة حفار قبور، قال تراب السيد هو ذات تعقيم عليك، الله لاقاكم أبلد من الزول ده، ونكر جابوا طلعوا بيان قالوا أنا الكلام ده أنا ما عارفه، واو أنت قلت ما عارفه، قال تراب الشيخ ذات تعقيم. يا ناس موثقة قاعدة ما يقدر ينكرها، لكن هذا هو الجهل والضلال بعينه. والإمام ده أبويا أنا وما عارف لك جنس بدع، والناس زول ميت بالكورونا، واحد تاني بنفسه يمكن نفس الزول ده جايبهم طيارة واحدة ولا جاي من بلد واحد، يدفروا ناس وزارة الصحة 6 أنفار، يقول لك لأنه الزول ده ميت بالكورونا، وده دافنينه 7000 نفر. يا ناس ده ما قلت فيه كورونا، أها كيف يعني الموضوع ده كيف؟ أها بأي زول بيموت؟ وبعدين طبعا الناس عندهم حنية زايدة، يقول لك طبعا السيد والسيد، والله شوف السيد قال كلام مخالف للقرآن والسنة، ما في مجاملة، قال تجربة النبوة صاحبتها بعض الأخطاء في الحكم، ده سيدك أنت ما سيدنا نحن، نحن ما بنعترف فيه لا سيد ولا ما سيد، ما بنعترف فيه. وواحد ثاني برضه هو ذاته قال آية المواريث راجعوها، اللي بيراجعها منه؟ هو الله تولى تقسيمه ونفسه يراجعها وين؟ لكن صدق رسول الله لما قال بين يدي الساعة سنوات خداعة
يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة. قيل وما الرويبضة رسول الله؟ قال الرجل التافه. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حصل لقاك واحد من الجماعة ديل الأسياد ديل أنكر الشرك، والله وصل الأمة السودانية قال لهم: يا سودانيين ما تشركوا، إن الشرك لظلم عظيم. ما في، لكن الحكماء هذه وصاياهم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أكبر جريمة وأكبر مصيبة إنه الإنسان يموت على الشرك. شان كده أي زول عمره فات 50 ولا فات 60 ولا فات 70 يعمل حسابه، يقابل الله بعقيدة نظيفة: والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. تقابل الله بعقيدة في ود المرين، ولا تقابل بعقيدة، تقابل الله بعقيدة في المكاشفي، ولا في الصائم ديمة، ولا في ود بدر، تلقى نفسك طاني ناصي من أبو لهب. تلعب ولا شنو؟ شرك ده ما الله ما بجامل فيه الأنبياء. إبراهيم أبو وين؟ نوح ولد وين؟ زوجته وين؟ ما في مجاملة في التوحيد. عشان كده وصاه بأعظم شيء، لأنه خايف عليه. أنت خايف على أبوك؟ أنقذه من الشرك، شرك الصوفية، الحجبات، ودعاء الأموات، وسف التراب، والطواف بالقبب، ودعاء سيدي سيدي، وناس أبوي فلان، أبوي الشيخ، يا بقبة بابا قصيرا لحي القطايا يطير. وريه، قول له: يا أبوي ده شرك. والله أنت خايف عليه؟ قول له: ده شرك. شرك يا ناس، والله محتارين في وزاته. الشرك ده من شومه أثر حتى على الحجر الأسود. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحجر الأسود نزل من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا أهل الشرك. قال: ولولا ذاك ما مسه ذعاها إلا بريء. شفت الحجر الأسود الناس الآن بيقبلوه وبيستلموه في الكعبة؟ قال لك ده نزل أبيض من اللبن، أبيض ناصع. شفت الجلابية صبع أصفار لما تكون جديدة ومكوية؟ ده أبيض من نازاته. أها البقاوة أسود شنو؟ جدود ناس الجماعة ديل، جدود ناس الصوفية، جدودهم الزمان، ناس أبو لهب وأبو جهل. الواحد بيشركوا يا منات يا هبل، ويجي للحجر الأسود يسلم عليه. أها لما نسود عليك الله. شوف الشرك ده جريمة كبيرة. يا زول مش بيأثر في الحجر، أثر في الحجر وفي البشر، وضيق على الناس أرزاقهم. والله ضيق على الناس أرزاقهم. الآن الصوفية قالوا هم بينزلوا المطر، المطر ده قلت لهم في السماء بعيد، نزلوا الدولار، الدولار ده ماشي منطلق. يا زول ها حصل 200 ونط ال 200 و 50 وماشي، نزلوا لنا شوية يا أخي. خلي الدولار، يمكن تقولوا ده صعب أجنبي، الدقيق والعيش ده ما تظبطوا جايه لنا، ولا عاجباكم من نساوينا ببيتا في الأفرام؟ مما الله خلقنا ما لاقنا نسوان ببيتا في الأفرام إلا في الأيام دي. والصوفية قالوا ماسكين الكون. يا ناس انتوا ماسكين الكون والعيش في أزمة، انتوا ماسكين الكون والبنزين تقف 3 يوم في الطرمبة، وفي ناس واقفين 15 يوم. واحد لقيته في الطرمبة، والله واحد في الطرمبة كاتب يا فلان، ما بعرف واحد كاتب، واحد من الدراويش حقينهم ديل، واقف 15 يوم. واحد تاني بتاع بوكسي واقف قدامي كاتب يا فلان، والطرمبة قطعت فيه. قلت له: ابوك الشيخ اللي ما عبى لك التنك جاي واقف معانا لجنو مصايب وبلاوي، ده شؤم الشرك. شرك الان راقد، والله ما يغشك اخو مسلم ولا غيره، يقول لك ما في شرك والناس كلها موحده. قال لك: منو؟ في كم صوفي في بلدي؟ الناس اللي بيعبدوا ود المرين كم؟ الناس اللي باعوا ود المرين كم؟ اللي بيسجدوا له في كراعه كم؟
اللي بيسلموا له واللي بيمشوا هناك في الحواليه بتاعته كم؟ دول كلهم عندهم عقيده فيه. تقال عجبان والطاقيه الخضراء عندهم عقيده فيه. وهكذا عشان كده لقمان نهى ولده عن الشرك، ومن لوازم النهي عن الشرك افراد الله بالعباده. ما هو نهى عن الشرك يلزم من ده اني وحد الله زي ما قال ربنا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى. اللي بيكفر بالطاغوت يستلزم انه يعبد الله براو. الليله نحن الطواغيت يا زول، ها طواغيت يا زول عاملين لهم قبب، طواغيت عبدوا، طواغيت يا عملوا لهم مزارات وقبب، قبه فيها طبله ومفتاح وصندوق. وده اللي بيحل المشاكل، دعوه للتوحيد. الشباب والشياب والرجال والنساء كلهم مامورين انه يخلوا عقيدتهم في الله. ربنا قال: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ربنا قال: يا ايها الناس، ده نداء عام، يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا. ما تجعل لي الله ند، تحلف يا الله وتحلف يا عبد الله، ده شرك بالله. اذا قلت والله ومشيت حلفت بهناك وحات تربه ابوي، ده شرك بالله. اذا حلفت قلت والله ومشيت بهناك قلت وحات شيخ فلان، ده شرك بالله، الله ما بيقبله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد اشرك. إذا دعيت الله ودعيت معه وغيره، ده شرك بالله. ربنا قال في القرآن: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ربنا يقول: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. اتأمل النعم اللي انت فيها. انت الله اداك عينين، في واحدة خلقها الله والثاني خلقها الشيخ. الله اداك اضانين، واحدة يمين واحدة شمال. اضانك اضان فيل، تسمع خبر البلدين جايبه تلقاه اضانه خفيفة، ان قلت له كده بيسمعك. في واحدة حقت الله واحدة حقت الشيخ. الله اداك عينين وداك يدين وكرعين، في واحدة حقت الله وحقت واحدة حقت الشيخ. أولادك في البيت الله اداك ستة أولاد ذكور، الواحد فيهم عنده شنب زي ترباس الحراسة. والله الستة أولاد ديل، في واحد اداك له والله أو خمسة الله، واحد اداك له الشيخ. لكن في بلدنا دي فيه يقول لك: كم أدى ولد في كل بلد كباش، يربط ويحل في كل محل كم أدى طفل غير مسه تفل. ده الجماعة اللي بده الجنة. شوف إن داير الدقة فيك مقلب، أمشي لك لبني آدم قول له داير لي جنة. الجنة ده مو داير له فكي، جنة ده والله ما داير له فكي. شوف لك أقرب رمتالي، والله نديك النصيحة والكلام ده حار، لكن كما قلنا للناس: يا ما تخرب بيوت، ويا ما تنتهك أعراض، ويا ما يقع من الفساد والإفساد، ما الله به عليم. والله نحن خايفين على الناس دي، خايفين عليهم أول حاجة من الشرك، خايفين على أعراضهم، خايفين على أموالهم ينهبوها ويأكلوها. واحد الواحد يمشي للشيخ أبويا الشيخ أنا دار لي جنة، ده قال لك: كم أضى طفل غير مس وتفل. يتخيل بس تفتح الشير والشغله دي بتفتح، والله قال لك بس ولا بيبش المره بس من بعيد تفتح البلوتوث ولا الشير وهو يجدع. انت تطلب وهو يجدع، بس تعمل قبول وهو يجدع. يا ناس انت قالهم شرايح. الله قال الجنه ده بدي وانا براي. اي زول ثاني
قال خلاف الكلام ده، ده عنده خلل في العقيدة وده شرك بالله. ربنا قال لله، سورة الشورى ما قريتوها؟ لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. دي قسمة ربانية. نبي ما بخش جوا هنا. الكباش يدخل شنو؟ ما نبزنا، عشان ما تقول ده بينبز وبيشتمه. لا لا ما نبزنا. الله قال أنا بدي الجنة، والبرعي قال الكباش بدي الجنة، نصدق منو نحن؟ نصدق الله. والبرعي كذاب ولا خايفين منه، والله ما خايفين منه ولا خايفين من الخليفة بتاعته الحالي ولا خايفين من الخلف ذاته، لأنه دي عقيدة نحن بنقابل بها الله، ودي عقيدة بنناطح بها الجبال، والله الذي لا إله غيره. جنة ده بدي الله. زكريا عليه السلام ما قدر يدي نفسه جنة. هل يا ترى الكباش أفضل من زكريا؟ كده أنت بس بالراحة فكر. ربنا قال في سورة مريم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي. الله بدي مجان، الله بدي مجان، لكن ده بده بوقية وبنص وقية. الله جانا مجان تتزوج وتمشي تشوف شغلتك. الله بيديك جنة ترجع رحمة الله، الله بيديك الجنة، لكن ديل تاخذ بياض وعليك حمل وكان الجنة بعد ذاك طلع سالم، تقول مش مقاولك عليه قوال، يقول لك من البداية تدينا كدي والمرأة إن حملت كدي وإن ولدت كدي بالقصد، يدوك لها بالقصد جنة بالقصد، كان اللي بتاعت كولدير يا ناسها. وده كله جهل. الشرب يخلي الناس يقعوا في الحاجات دي، الجهل بالعقيدة والتوحيد. ودائما الناس دي المنتشرين منتشرين يفسد عقائد الناس ويصد الناس عن دعوة التوحيد. يقول لك ما تسمعوا كلام الجماعة دي، هسه تلقى المحاضرة تحت تحت في ناس من جوا مصارين ومقطعة، والله مصارين ومقطعة. يقول لك ديل جايين المساخين ديل، هاي جايين انت ما قلت شيوخك ماسكين الكون، خلي لي وقفونا برا هناك نجي والله نتكلم في التوحيد. ودي عزه، دي عزه لاي موحد يجي ينصر التوحيد، يجي يقف مع اهل التوحيد، يدافع عن التوحيد. عشان الله لو سال يوم القيامه هذان خصمان اختصموا في ربهم، انت مشكلتك مع الزول ده في شنو؟ يا الله الزول ده قال الشيوخ بده الجنه ونحن قلنا اللي بتدي الجنه انت براك. اللي بيفلح حياته الذي يفلح أيهما؟ الخائب ذاك اللي قال الشيوخ بده الجنة ولا الموحد اللي قال الجنة بدي الله؟ ده اللي بيجاي ده. وهكذا، عشان كده كل هذه الأمور من العقائد الشركية المنتشرة في بلدنا، إن الشيوخ بده الجنة وإن الشيوخ بيعلموا الغيب وإن الشيوخ بينزلوا المطر وإن الشيوخ بيتصرفوا في الكون، لحد ما جاء في كتاب اسمه سراج السالكين في الصفحة 114 قالوا في واحد اسمه أحمد ود الطيب ود البشير ربنا ملك الكون 33 سنة ما ضيع فيه جناح بعوضة. يا ربي الزول ده قاعد ولا ميت؟ إذا ماسك الكون 33 سنة ميت ليه؟ عقايد خربانة. فلقمان وصى ولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ودي وصية مفروض الزول يفرح بها. يعني هسه لو لقيت زول قال لي يا فلان ما تشرك والله ما بضايق، وما معناته انا مشرك. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام لما تلا قول الله عز وجل قال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. قال الصحابه واينا لم يظلم نفسه؟ قال الم تسمعوا قول الرجل الصالح وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ظلم عظيم، جريمة كبيرة ما تغفر وما معاها حسنة. إذا حل الشرك محقت الحسنات،
عشان كده ربنا قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ربنا قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالوصية بالتوحيد دي وصية الأنبياء كلهم. الأنبياء كلهم كانوا يوصي أقوامهم وأتباعهم وأبناءهم بالتوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس وكان غلام: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، ده ما التوحيد ذاته. احفظ الله تجده تجاهك، ده ما التوحيد ذاته. إذا سألت فاسأل الله، كلام ده واضح. قال له إن دار تنادي نادي الله براو، ما قال له ناديني معاو، كلام ده واضح. إذا سألت فاسأل الله، أي فاسأل الله وحده ولا تسأل معه غيره. وإذا استعنت دار تقوم من العنقريب، ما تقول تقول كب يا حسن وتحسونا، وما تقول كب يا كركاب مطر من غير سحاب، ويا خنجر الككر أدخل الوكر. أنت بيدخلك الوكر شنو؟ والله واحد لقيته هو مكسر وسايق ليه والعجلة بتاعت المكسرين دي وكاتب كب يا حسن، قلت له حسن وينه؟ خليك انت. واحد تاني لقيته برضه سايق له عجلة بتاعت المعوقين دي وما شمتان فيه، لكن الشركة الكاتبة والعقيدة اللي عنده كاتب مدد يا أبو هاشم، صورته ورفعتها كان في الفيسبوك. ده عقائد لافة بعجلات، كيف البنزين ما ينتهي؟ عقائد خربانة لافة بعجلاتها. والله جد واحد لقيته في صف الجاز كاتب يا ود بكريك، قلت له بكريك ده شنو؟ كمان بكوريك ولا بكريك ولا بكناسة؟ مصايب، أزمة فوق أزمة، أزمة فوق أزمة، شرك، السبب الشرك. عشان كده ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فيقول له إذا استعنت فاستعن بالله، دار تستعين استعين بالله. وإنت بتقول لي الله في الصلاة إياك نعبد وإياك شنو يا ناس؟ إياك نعبد وإياك شنو نستعين؟ يعني يا الله الكلام ده إنت بتعاهد الله، يا الله أنا بعبدك براك وبستعين بك براك. إن قمت وعترت ولا قلت كب يا ود عويس القلب الغنماية تاس، نغطى العهد ده. إن قلت يا الصاد قاب الأسرع من الواتساب، نغطى العهد ده. إن قلت يا بقرون من العيون، نغطى العهد ده. وإن قلت يا السريع بالحيل ويا سابق يا ويا بضلع عن حديد وما أعرف لك يا منو يا منو، نغطى العهد بينك وبين الله ده. والله الذي لا غير. نكلمك النصيحة، والله لا بنغشك ولا عندنا معك مصلحة ولا عداوة، ودل بنجيك. ربنا قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هناك ربنا في سورة الحاقة قال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني شنو؟ وين القروش؟ ما أغنى عني مالية، هلك عني منو؟ سلطانية. وين شيوخك؟ أبواتك وين؟ ده قال يا أبواتي الثلاثة. أبواتك ثلاثة؟ إنت كتكوت بتاع شركة؟ أو يا أبواتي الثلاثة ويمدح كمان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من ادعى لغير أبيه، أو كما قال، أو قال ليس منا من انتسب إلى غير أبيه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نقول أبواتي الثلاثة، وأي واحد يقول لك أبونا فلان البحر الشامل المحيط الكامل والبيسويه لشيخه ليه أبوه ما بسويه؟ والله يسلم له فكره ويجي من هناك قال عطاقية والعمة وحفيان وخاشع، وزي ما قال له البرعي أستاذك يا فقير كون عنده ذليل حقير، ليه أتبعك الصغير
ما تميل ابدا لغير، كل له قريب وجار وله اخدم بدون ايجار. ما لاقوك؟ انا لقيت مره بتبكي بدموعها، قلت لها مالك يا حاجه؟ قالت لي والله ولدي في الشيكاني بقى له 15 سنه ما جاء، ابوه توفى ما جاء. ماله؟ قال الشيخ ما اداه الاذن. يا اخي ابوك يموت، الشيخ يا اخي يا اخي ده اذن شنو ده؟ ابوك يموت ما تجي تدفنه؟ تاني بتجي متين يعني؟ بتجي متين والله تاني لا تقابله يوم القيامه. تاني بتمشي تفتح القبر ولا بترسلها في الواتساب؟ ابوك مات. وابوك ده ربنا جاب حقه بعد حقه طوال. حق الوالدين بعد حق الله. ربنا قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين شنو؟ احسانا. ووصينا الانسان بوالديه احسانا. ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك. وغير من الايات، ايات كثيره جدا تامر ببر الوالدين والاحسان للوالدين. وجايه في الوصايا دي ذاتها، في الوصايا دي جاي حق الوالدين. دخل مصاير سنة قاعد في التكية، الخضرة بتاعت مرة الشيخ يوريقها، أبعرفه كان بيفركها ولا بيفركها. الوطن البلاد يمشي يحش، يمشي يحش البلاد. الطاحونة يودي الدقيق، ما عارف ليه الشيخ كان كرعه وجعتنه من الرطوبة، يجي جرجري له ويطقطق له. أبوه ما مسوي له زي ده والله الذي لا إله غيره. شفناهم في الفيديوهات، خش أنت خش النادى شوف، خش واحد اسمه الجيل بتاع طابة ده، شوف الجماعة بيسوي له شنو. أول ما جا قعد في الكرسي واحد جا قال عب العمة وركب له الطاقية وزنة، أبعرف تقول بربط له في ضبة، ربط له في راسه، والجماعة ما داخل يقعوا أبويا الشيخ أبويا الشيخ أبويا الشيخ، وقاعدين يبكوا. أوووه اللي بيبكيك شنو؟ يبكي بدموعه عشان ما عشان دار له يقول نفحات ولا دار له حاجة. يا ناس هو ده شرك بالله، كونك تنادي الشيخ وتعبد الشيخ وتسجد للشيخ من دون الله وتعتقد انه الشيخ بيعلم الغيب وبيدي الجنة، ده شرك بالله والله الذي لا إله. ومات هو ذاته، مات كلهم ماتوا. شغلة دي ماشيه مدوره، نحن بنمسك في الحي. ربنا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. في حي غيره ما بموت؟ اي مخلوق تاني يموت. ربنا قال في القرآن أينما تكونوا يدرككم الموت، وربنا قال قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أعمل حسابك قبل ما تموت، أعمل حسابك قبل ما تدخلوك جوا والقبر ده ينخشاشوك جوا، تاني رجعة ما في. عقيدتك كانت في الله أبشر بالخير، عقيدتك في غير الله والله الذي لا إله غيره تندم ندم عمرك ما شفته. عشان كده ربنا قال عن ذاك، قال ربي ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. الجواب من الله كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. فوصايا غيمه زول، خلي عقيدته سليمه والله ده اللي بينجيك، ده اللي بيحلك في الصراط، ده اللي بيحلك في القبر، ده اللي بينجيك يوم القيامه. ربنا قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ربنا قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو شنو؟ مؤمن، يعني موحد عقدته في الله وهو مؤمن، فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يوم القيامة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه. إن دار تقابل الله والله رضيان عليك أسمع الآيات دي، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه شنو أحدا. عبادتك كلها لله،
حلفك بالله، توكلك على الله، خوفك من الله، ضبحك لله، دعاك لله، سجودك لله، ركوعك لله، طوافك ببيت الله، دي كده تكون حققت التوحيد. لكن إنسان يدعو غير الله، يحلف بغير الله، يطوف بغير بيت الله، يعتقد في الأموات، ده والله عقيدة خربانة. ودي الدعوة، ما يجي واحد يلعب عليك أنصار مهدي ولا أنصار سنة ولا غيره، دعوة دعوة التوحيد. والله جت بلد يا أخي الآن غرقانة وماشية لتحت والدعاة ساكتين، ناس يمجدوا في العلمانيين، ناس يمدحوا في العلمانيين، ناس يشكروا في العلمانيين، ناس يحاربوا الله بالليل وبالنهار يمدحوا فيهم، وانت ساكت بتشتغل 200 يعني بتدافع عن دين الله 200 يا اخي. والله جد عكروا مزاجنا، عكروا مزاجنا مره واحده. عشان كده الانسان يكون حريص. فلقمان اوصى ولده بهذه الوصايا، قال: وصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني، أكثر من 10 وصايا أو 8 وصايا، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. دي فيها مراقبة، تراقب الله، الله مطلع على اللي في قلبك. إذا فيه نفاق الله يعلم، نسأل الله يطهر قلوبنا من النفاق. إذا قلبك فيه حسد الله يعلم، طهر قلبك من الحسد وربنا يطهر قلوبنا جميعا من الحسد. وإذا قلبك فيه خيانة الله عالم بيه، طهر قلبك من الخيانة وربنا يطهر قلوبنا من الخيانة. إذا قلبك فيه كبر الله عالم، ربنا قال: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ربنا يقول: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فدي فيها المراقبة، الله عز وجل سميع وبصير، يسمع مختلف الأصوات على اختلاف اللغات واللهجات في أي مكان، الله عز وجل سميع وبصير. ربنا قال: ليس كمثله شيء وهو السميع شنو؟ البصير. الله بيسمع كلامك وحركاتك وسكناتك. يا بني أقم، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. دي وصايا تربوية يعني ناجحة ونافعة، لو عمل الناس بها لخرج جيل مستقيم على دين الله. لكن الجيل التبرك شايفهم، الشباب شايفهم والبنات شايفهم، الواد تلقى خدت له قفة في راسه تقول له ده شنو؟ يقول لك دي كجونكا، وانا ما عارف كجونكا دي شنو. واحد تاني خلي القجة فوق وبيجاي صلعة نظيفة. والله واحد لقيته في اليوتيوب راسم له ضب بالحلاقه في راسه، قلت له فعلا لانه راسك فيه ضب، ده في اسباب بني ادم عاقل بيعمل في راسه ضب. واحد تاني لقيته عامل له حلاقه عاملها فوق، ده شنو؟ قال لي ده نيمار. يعني شنو؟ ديك. انت الله جابك بني ادم ساوي نفسك ديك ليه؟ شوف الشباب براك، شوف الشباب وشوف البنات، البنات برضو النساء، واحده تلقى وشها بالله زي بوهيات المهندس، اصفر واحمر بنفسجي حوش روضه بس، ده شنو؟ تقول لك عشان نبقى جميله شنو فيني في الحفله ويعرسوني. يا اخي الشغله دي ما رزق واقسام، والزول الزول العفيف يفتش العفيفه مو يفتش لو يافطه بتاعت الوان، ما دي بوهيه، يوم البوهيه دي تنتهي بيعرف الحقيقه.
والله انت اللي لقيتك في سقاقه من غير بويا الا تقوم جاري والله. لكن انت لما تكون في دبي ويرفعوا لك الشريط بتاع الحفله وتشوف البيت يا زول بويا ثقيله وكريمات ثقيله وماستك ثقيل، بس البيت اللابسه ضيق والبي ترقص بكتافيها دي، شوفوا لي دي بيت منو؟ بكره بيعرسوها له بعد شهرين بيجيبها راجعه، ماله؟ يقول لك والله ما نفعت معي، ماله؟ ما عندها اخلاق وما عندها دين، ما قبل قال لك؟ قبل قالوا لك فاظفر بذات الدين، شوف الحقيقه، شوف المحتشمه، شوف المحجبه، شوف المراه العفيفه اللي ما عندها خلطه مع الرجال. واحده تلقاها قاعده 24 ساعه في النجيله. والله انا بستغرب، تلقى هناك في شارع النيل تلقاهم قاعدين جوز جوز ملصقين زي حجار البطاريه. يا ناس انتوا بيسووا في شنو؟ يقول لك دارع اتعرف عليها وما بعرسها كذب ساي. انت عارفه انت زيك ما في عيونك زي السمبريه لما تشوفك بتجيني رفع وا 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 وا، تلقاه يكضب لها ويكب لها في المكانات وهي مصدقه الغبيانه. بالله يا حمودي اوي والله شغله دي بعدين بتبقى شينه ومصايب. عشان كده دي وصايا والله من اعظم الوصايا، الاباء يربوا اولادهم وبناتهم على الوصايا دي. قال له يا بني اقم الصلاه، الولد تربيه من صغير تربيه على العقيده اول حاجه والتوحيد، اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. بعد ذاك مروهم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها شنو؟ لعشر. الولد ان ضيع الصلاه بيضيع ثاني اي حاجه، وان ضيع العقيده بيضيع اي حاجه. داير ولدك يطلع تمام ونجيض ربيه على الدين، مش تجيبه تجيب له ديجيتال. يا ما جبت الديجيتال انت غشيت اولادك. وربنا قال يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. انت غشيته كده، انت جالس بيستون بتربي لك ولدك، تلقى الشاف تلقاه طفل صغير تلقاه الليل كده تتخلع ينط من حيطه لحيطه يا 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 ولد مالك؟ يقول لك ده ما عارف ليك المصارعه. وتلقاه واحد يشنق اخوه، كم واحد جايبينهم في الجرايد قالوا طبق فيه حركه بتاع جون سينا. يا ناس برا جون سينا ان شاء الله رسل لنا جون سينا. والله جد لقيت واحد في المستشفى مسمي ولده جون سينا، هشوف المصايب دي. والله لقيته عادل جون سينا محمد في في مستشفى بستيكير في اللامابي هناك، ده لحد ما سمى ولده زيه ذاته. ودي مصايب، عشان كده ربي ولدك تربيه اسلاميه على العقيده والدين والعفه والكرم والصدق والحياه والمروه، وربي بنتك على الحياه والحشمه، مش تربيه. والله بنتي ما شاء الله بنطلونه طلع ظريف. يا اخي ظريف ظريف شنو يا اخي؟ يا اخي لبسها لبس كويس يا اخي. والله جد انا بستغرب، زول بدي بنته يدي اشتري لها بنطلون عمره 14 سنه، مفتكرها صغير 14 سنه دي مره يا زول؟ ها 14 سنه دي مره يلبس لك بنطلون ويقول لها يلا اروح ماشيين الحديقه ولا ماشيين ناكل ايس كريم؟ ياكلوا في الايس كريم والجماعه بهناك شغالين في البطاطير، احنا نسوي شنو نحن؟ الشغله دي ما بتبقى بتجوب بعدها، والله بتجوب. وكده رقم تلفونك وعندك واتساب، والله ما شاء الله فنيلتك سمحه وهو وهو. بعد شويه بكره بتقول لك والله ده الجيرل فريند بتاعي، انت مركب لك مكيف في البيت نسمه، بتلقى واحد مجدوع جوا هناك مبطوح، مالك يا زول؟ تقول لك ده صاحبي ابوي، دي العلمانيه دارينها علينا. البت صاحبه الولد تجيبه لك جوا البيت. الساعه 12 بالليل يجوا داقين الباب، انت تقوم تجهز لهم الليمون. تخلد بالليل اخلد والله كان الكهرباء قاطعه الضحك شرطك. يا ناس وي نحن امه مسلمه، ما تفرط في تربيه ولدك، ما تضيع تربيه ولدك، ما تفرط فيه. دي امانه، أمانة الله بيسألك منها والله جد. أمروا بالصلاة وقال له أمروا بالمعروف، والأمر بالمعروف من أعظم خصائص هذه الأمة. ربنا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الولد مما صغير علمه، قل له إذا لقيت أختك في غلط قل لها يا بيت ده غلط وده حرام وده ودي النار. من المواقف الظريفة اللي لاقتني قبل سنتين ولا ثلاثة، لقيت لي شابعة صغيرة عمرها زي 4 سنة أو 5 سنة، وفي واحد ترمى وهو من الجماعة المواهيم ديل مركب سماعات وبيسمع في الغنى وينطط التقول مربط له يا آيات ولا شكبزورات ينقز. البيت قالت له يا عمو الله بوديك النار.
الغنى معصية، الزول إذا تاب منه إذا موحد وعاقدته دي ما معصية، غاد ربنا يعذبه غاد ربنا يرحمه. قالت له أنا عجبني كلام البيت، قالت له الله بيعذبك بالنار. قال لها ليه؟ قالت له لأنك بتسمع في الغنى والغنى حرام. والله يا جماعة أنا تكيفت كيف من البيت دي، عمره 4 سنة ولا 5 سنة الوراه منه دي في البيت، معناتها بيوروها الغنى حرام، الغنى الله ما بيقبله، الغنى الزول إذا سمعوا الله بعزه بالنار. وهكذا تربي ولدك على ده حرام وده حلال، مش عيب عيب عيب. وتلقى الولد بس ربوه على عيب، والغول والكديس ما يجيك طلعوا له ذاته شافع خواف، والله يتسافع تلقاه خواف ينكشكش كيساي ما بيقدر يمشي في الظلمة. وانت تربيه على الشجاعة. وهكذا قال له وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. أعظم معروف يؤمر به التوحيد، وأعظم منكر ينهى عنه الشرك. الشرك قال له اصبر على ما أصابك. انت إذا الحاجات دي دايرة صبر، الصلاة دايرة صبر، ربنا قال واصبر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر واصطبر عليها لا نسألك رزقا. ربنا قال عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، دايرة صبر، بالذات الصلاة في الشتاء. أها جماعة كيف الناس هنا كيف؟ الجامع مملي ولا فاضي؟ أقسم بالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، مرة صليت في مسجد صلينا فيه أنا والمؤذن بس الصبح، دنيا كانت شتاء برد له صفارة، شفت الأبجندي ما بكورك شتاء برد ما شديد أبجندي شفت ما بكورك. مشيت الجامع حلة كبيرة، والله حلة كبيرة وما في داعي بجاي، خشيت الجامع قعدت، الإمام أذن مشيت قعدت، لما الشمس قربت تطلع الإمام المؤذن قال لي يا مولانا قوم نصلي، قلت له أنا أسأل حلة وين؟ قال لي يا أخي الله ما جو، وين ديل؟ نايمين في خيرة، حلة كاملة ومدينة ما حلة، جزء من المدينة، والله مسجد كامل صلينا فيه الصبح نفرين. في مسجد برضه في بيجاي في الشارع ده بيجاي صليت فيه والعيشة معي 4 أنفار، لما جينا للتراويح لقيت نفسي بصلي براي، والله الذي لا إله غيره. وين الناس؟ وين ربنا الرجال؟ وين ربنا مدحهم؟ قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال ديل الرجال، الزول اللي بتلقى في صلاة الصبح في الشتاء قدام ده الراجل، مش الراجل بشرب كبير، نحن في بلدنا دي الراجل بشربه كبير اللي بكتف العتود، يقول لك هو بشرب. والناس قد تكون هذا ما مرات الراث الكوم من ركشة ربط لها مكان بوري بتاع جنبه، والله جد مرات تلقى زول كبير سائل لكن ما عنده أي حاجة. ف أها ديل الرجال اللي بيحافظوا على الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أثقل صلاتين على المنافقين العشاء والصبح. أنت بعد فتش نفسك أي زول عارف نفسه، الله يجد إن بتنوم بالصبح تصلي الساعة 8:15 وقد قامت الصلاة، أنت عارف أنت نفسك شغلتك دي شربانة موية، ما في صبح الساعة 8:15 لاقتكم الساعة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، نويت أن أصلي الصبح ركعتين، حاضر حاضر أسي يا ناس، وي أنت بتلعب على نفسك ولا شنو؟ وهكذا قال له وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داير صبر. ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير شنو؟ حساب. حساب أصبر. شفت طلعت للدعوة دي تصبر، بيفلقوك تسمع كلام شين، تسمع نبز يجيك عكاز طاير وكل ساي حك وفوت، شفته تجيك بصونة في ظهرك وكل ساي يتحمل وامشي، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون، فالأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه. أي زول بيبتلوا على قدر الدين، إن كان في دينه صلبة وشدة زيد له في بلائه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. قال ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يجعله يمشي على ظهر الأرض وما عليه خطيئة. ربنا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف
والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ربنا قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. في ابتلاءات، طريق الدعوة ده بالذات، طريق الدعوة ده فيه ابتلاءات عظيمة، ابتلاءات في المال والله جد. شفت أول ما وحدت تكون كنت تاجر ولا عندك أموال، أول ما وحدت الشغلة قرصت تقول الله يا جماعة الشغلة دي ما لا تخش علينا بالساحق والماحق والبلد المتلاحق، الشغلة دي قرصت. بعد شوية يقوموا متلك جنى تقول الله الشغلة دي ما مشي لي قدام. بعد شوية تفلس تقول لا 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 والله زمان أنا بودي لوري لأبوي الشيخ بيجيني طابق ومطبق. تاني ترجع تقوم ترتد، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فالصبر من أعظم الصفات التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها، بالذات الموحد وبالذات السلفي، راجل ولا مرأة لا بد يتحلى بالصبر والتحمل، لأنه الأذى شديد. لطالما مشيت في طريق النبي بتبتلى، تبتلى في نفسك، في عرضك، في مالك، في أي شيء تبتلى، لكن اصبر، العاقبة للمتقين. ربنا قال تلك الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال له يا بني، أو قال له في الوصية التي بعدها أمره أن لا يصعر خده للناس، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. دي فيها وصية بالتواضع. ربنا يقول أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. ربنا قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. واقصد في مشيك واغضض من صوتك. قال له أول حاجة ما تتعالى على الناس، ما تتكبر، لأن الكبر من الصفات المذمومة. ربنا قال إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي الظالمين. فالكبر صفة ذميمة ينبغي على المسلم أن يبتعد عنها وأن لا يكون في نفسه الكبر. والكبر هو قمد، هو بطر الحق ورد الحق واحتقار الناس، ده الكبر. قال له واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أنكر الأصوات وأخبح الأصوات صوت الحمير. الإنسان ما يرفع الصوت من غير فائدة. دي وصايا قيمة جدا من هذا الرجل الحكيم لابنه وللأمة الإسلامية
ولكل الناس، فينبغي على الناس أن يتحلوا وأن يطبقوا هذه الوصايا في حياتهم حتى تنصلح أحوالهم ويخرج جيل مستقيم على طاعة الله وعلى دين الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله. وإلا إذا خالفنا هذه الوصايا القيمة وغيرها من الوصايا التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله، فإننا سوف نعاني ما نعاني من العقوق وفساد الأبناء وفساد البنات وتمرد الزوجات وفساد المجتمع وضياع الحقوق وعدم الاحترام والتوقير وغيره. إذا خلنا الوصايا دي ومشينا باتفاق السيداو ومشينا بكلام العلمانيين الدارين يحرروا المرأة، والله الذي لا إله غيره المجتمع يفسد فساد فساد ما بعده فساد جدا. فهذه الوصايا ينبغي على الناس أن يراعوها ويهتموا بها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على النبي الأكرم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.